امتلأت شوارع مدينة سانتياغو عاصمة تشيلي بالألحان الموسيقية الأسبوع الجاري في ضوء احتفال المدينة بالنسخة 21 من مهرجان الشارع الدولي الذي تعقده تشيلي كل عام. ودفعت شركة المسرح الأسبانية بفرقة اعتلت عجلة دوارة تعرف باسم فاكتوريا سيركلر لعزف الموسيقى في محاولة لإدخال البهجة والسرور على سكان المدينة المحليين. وتضم هذه العجلة المعدنية البالغ قطرها 4 أمتار 3 موسيقيين يعزفون على آلاتهم فيما يتبعهم الجماهير. هذا لطيف للغاية، أنا شاكرة لهم على العرض الذي قدموه للناس، إنه مجاني وقد فرح الأطفال به. وجاءت فكرة العجلة الدوارة من تصور لتجمع فنانين يقدمون عروضهم بطريقة مبتكرة تجتذب الجماهير من حولها. فكوندو أحد عازف الفرقة الموسيقية. من الجميل بالنسبة لنا أن نتمكن من عزف الموسيقى في الأحياء وأن نحظى بإعجاب الناس، إنه شيء رائع أن ترى الابتسامات على وجوه الأطفال، حقا إنها تجربة فريدة من نوعها. ويعتبر مهرجان الشارع الدولي حدثا سنويا متوقعا ينتظره سكان سانتياغو، وسيقدم الاحتفال هذا العام أكثر من 67 عرضا منها عروض من 19 دولة. محمد الجبالي، رويترز.